يا مرحب يا مرحب يا دلمون. قتلنا بقى مقمرني. ربنا يبارك فيها ويجعلها مستورة ويجعلها من أهل الجنة يا رب، لأن هي صراحة مهما كان هنقول عوض الأم، في عوض الأم صراحة برضه، الزوجة الصالحة، الزوجة الكويسة، الزوجة اللي تستاهل كلمة الزوجة فعلا، تعتبر أم الأولاد. أنا عندي بسم الله ما شاء الله 3 بنات أعلى تعليم عالي، 2 منهم متجوزين ومعاهم عيالهم، وأحمد ابني الله يبارك فيه برضه خريج كلية تجارة إنجليزي وماسكن محل، وبرضه هنرجع نقول برضه هي الأم هي كل شيء، ويا ربنا يكرمنا ويرحمنا ويبارك في الأمهات الكل، يا رب يبارك في كل الأمهات الموجودين، يا رب يبارك في كل الأمهات الموجودين ويرحم كل أمهات الراحة. ماما هي الوحيدة اللي شالتني في حياتي، والله هي دي اللي شالتني في حاجات. أنت اتجوزت ولا لسه يا بيه؟ يفرحك ببنت الحلال ويسترك دنيا وآخرة يا رب. وقفت معايا كتير وساندنا بعض وعشرة عمر 30 سنة هو، ولسه في بنت عندنا برضك بتتجهز وربنا يعيننا عليها، وأقول لها كل سنة وانت طيب. البنات دولت أحلى حاجة عندي، البنات دولت أحلى حاجة، أنا عندي بنتين دولت، هم دولت اللي طلعت بيهم من الحياة، هم دولت يعني الوردتين اللي ربنا بعتهم لي، وكنت بتمنى من ربنا بنات وجاب لي بنات، والحمد لله علمتهم. واحدة اتجوزت ومعاها لسانس إعلام، والتانية بتحضر الماجستير، والحمد لله يا رب العالمين. قاعدة البحر، قاعدة البحر ويطوها كتاب مفتوح بيقعدك بتريح أعصابك وبعيدك بعيد عن حاجات كتير، عن مشاكل وعلى القمار والبودرة وشاب وحش. من الناس اللي انت بتعرفهم على البحر بتعرفهم ناس كويسة، ناس رجالة. مراتي انا متجوز من 94 لحد الوقت. الله ربنا يديها الصحة والعافية وخليها لي، لان هي احسن من لا بغزة لا معايا اب ولا ام معايا ام، هي تعتبر الاب والام والاخت وكل حاجة. يا كفاح، قصة كفاح، احنا الاثنين يعني نقع ونقوم في شغلي. يعني على فكرة انا يعني شغل الجزارة بشغل بالجزارة، شغل الجزارة دي اضافي يعني، بس هي مهنتنا اكبر عن جد. وانا عملي الحكومي اللي انا كنت شغال فيه، انا كنت مدرس لغة عربية وطلعت على المعاش وعلى معلم خبير بدرجة مدير عام. فعملي بالجزارة هي كافت معاه في الناحيتين، ناحية التعليم وناحية أيام الشغل يعني والوزارة وكده، وتربية الأولاد. هتقول لها كلمة حلوة بقى كده؟ أقول لها كل سنة وأنتم طيبة بالنسبة لشهر رمضان الكريم وإحنا متشكرين. مش هقول لها لا مش هقدر، أقول لها متشكرين، لأن ده واجب عليها وعليا إن أنا أفرم وبعدين، لكن ما أقولهاش كلمة شكر يعني. وإنما دوت حاجة واجب عليها، واجب عليا إن أنا إيه ما نشكرش بعض في الواجبات المتبادلة منه. اي حد يكون زعلناه وما خدتش بالنا ان احنا زعلناه، ونقول له كل سنه وانت طيب وسامحنا في الايام المفترقه دي. والله جل من لا يسر، حتى احنا بنقول يا جدعان اللي احنا زعلناه ولا حاجه يسامحنا في الايام المفترقه دي، وكل سنه وانتم طيبين. ربنا يفكها علينا وعلى امه الاسلام اجمعين في الايام المفترقه دي برضه، ويفكها علينا ويرزق الجميع يا رب. والله كل سنه طيبه وربنا يخليك لينا ويهدينا ويهديك. ماما هي الوحيدة اللي شالتني في حياتي، والله هي دي اللي شالتني في حاجات. في حاجات كتيرة يعني، مش خبر واحد بس، ان بنتي بتكلمني من السعودية وبتقول لي يعني مثلا ايه يا بابا انا مثلا جبت تقدير، كانت هي حقوق جابت تقدير جيد جدا، دي اكتر حاجة بتفرحني. بنتي في السعودية بتكلمني من هناك تقول لي انا جبت تقدير جيد جدا في حقوق، خلصت لسانس، لسانس حقوق. اقول للحاجه كل سنه وانت طيبه بمناسبه شهر رمضان وحلول شهر رمضان العظيم او الكريم، وربنا يجعله بعوده ان شاء الله على الامه الاسلاميه كلها، على المسلمين جميعا ان شاء الله.